حكم في سورة أهل الكهف سنقرأها يوم الجمعة. الآية من بعد الأخرى لما تسطع معها صبرا. لا تسأل عن شيء حتى يحدث ربك عنه ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي أخواتي الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في عدد جديد من سلسلتنا أنوار الكهف. وكنا في الأعداد الماضية قد أنهينا الحديث عن التعقيب عن قصة صاحب الجنتين، وذكرنا فيها أسباب النجاة من الفتن. وندخل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الموضوع السادس من موضوعات هذه السورة الكريمة، وهو قصة سيدنا موسى مع الخضر أو مع العبد الصالح. هذه القصة أيها الأحباب قصة عجيبة غريبة، بالرغم من أن سيدنا موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم، إلا أن هذه القصة وهذا المقطع من حياته لم يذكر في القرآن كله إلا في سورة الكهف. هذه القصة بدأت بعدما قام سيدنا موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل، ولما أنهى كلامه سألوه: من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى عليه السلام: ما علمت أعلم مني. ولم ينسب العلم لله تبارك وتعالى بأن يقول الله أعلم. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن في مجمع البحرين رجلا عبدا من عبادنا عنده من العلم ما ليس عندك، فاذهب إليه وتعلم منه. فحزم سيدنا موسى عليه السلام أمتعته، وأخذ معه مرافقه يوشع ابن نون، وقصد ذلك المكان الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وهو مجمع البحرين، مكان بين بحرين. وكان من علامات وجود ذلك الرجل والعثور عليه أن أوحى الله إليه أن يحمل معه حوتاً في مكتل يشبه الكيس عندنا اليوم، وحين يضيع منه الحوت، والمكان الذي يضيع فيه الحوت هو المكان الذي سيجد فيه ذلك الرجل. تلك هي علامة جعلها الله لسيدنا موسى عليه السلام ليجد بها ذلك الرجل والعبد الصالح والعالم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. حزم موسى عليه السلام أمتعته وخرج مسرعا قاصدا ذلك المكان، وهمه وهدفه وغرضه طلب العلم، أن يتزود من العلم، أن يزداد علما. وانظروا أيها الإخوة والأخوات، موسى عليه السلام على علو قدره وشرف مكانته، موسى عليه السلام له من الرتب الشيء الكثير، فهو رسول وهو نبي وهو مخلص وهو مؤيد بأخيه كذلك نبيا معه. وموسى عليه السلام اختاره الله واصطفاه واصطنعه الله على عينه، وموسى عليه السلام شرفه الله عز وجل بأنه يكلمه كلاما. قال الله تبارك وتعالى:
وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال له الله تبارك وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال الله تبارك وتعالى له: ولتصنع على عيني. كل هذه رتب ومقامات ودرجات رفع الله إليها عبده ونبيه ورسوله موسى. مع هذا كله لم يتكبر ولم يستنكف، ولكنه قصد طريقا وسلك طريقا يلتمس فيه علما. وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح أي لا أهدأ، لا أهنأ، لا أرتاح، لا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين. وهذه كما ذكرنا في الأعداد الأولى في مقاصد سورة الكهف، هذا من علو الهمة، أنه ليس إنسانا كسولا أو فاشلا أو غافلا، إنما كانت همته عالية في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وفي طلب العلم. قال الله عز وجل: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما بلغا إلى ذلك المكان وجلسا يرتاحان قليلا، وضع يوشع ابن نون ذلك المكتل الذي فيه الحوت بجانبه، وارتاح سيدنا موسى قليلا وأخذته غفوة فنام. فلما نام سيدنا موسى اضطرب الحوت وتحرك الحوت وخرج من المكتل ووقع في ماء البحر، لأنهما كانا يمشيان على شاطئ البحر. فلما وقع ذلك الحوت في البحر ونظر الفتى الغلام إلى سيدنا موسى ووجده نائما، هابه وهاب أن ينقذه، وقال: أنتظر حتى يستيقظ ثم أخبره بأن الحوت دخل الماء. ونظر ذلك الغلام إلى الحوت، وإذا بالحوت لم يذهب في البحر، وإنما بقي يذهب ويجيء وكأنه محجوز، جعل الله له حاجزا يحجزه أن يذهب. فلما استيقظ موسى عليه السلام وقال للفتى: هيا نواصل طريقنا، حمل الفتى أغراضه ومكتله ولحق بسيدنا موسى ونسي أن يخبره. فلما جاوزا قال سيدنا موسى عليه السلام لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذه إشارة إلى الوقت، وأنهما في وقت الغداء في منتصف النهار أو أكثر بقليل. فلما قال موسى عليه السلام لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تذكر الفتى أن الحوت كان مع الغداء وأنه سقط في الماء. فقال الفتى: أرايت إذا وينا إلى الصخرة حين ارتحنا واتكأنا إلى صخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. أنساني الشيطان يا نبي الله أن أذكرك وأخبرك بأن الحوت وقع في الماء، ولكن الحوت وقع في الماء واتخذ سبيله بشكل عجيب. لم أر حوتا يذهب ويجيء ولا يبحر في أعماق البحر. تلك أيها الأحباب هي إشارة يعرف بها موسى عليه السلام مكان العبد الصالح. فموسى عليه السلام لم ينشغل كثيرا بتأنيب الغلام أو تأديبه أو لومه، وإنما فرح فرحا شديدا بأن الله عز وجل دله على المكان، فقال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا
القصص هو اتباع الأثر من حيث أنت ترجع على آثارك. ومنه قول الله تبارك وتعالى كذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام حين أرسلت أمه أخته لتتبعه، قالت أمه لأخته وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره. فارتدى على آثارهما قصصا أي رجعا يتتبعان آثارهما. وكما سمعتم الغلام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فرجعا حتى وصلا إلى الصخرة لأن الحوت سقط في ذلك المكان، فرجع فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وصف الله لنا ذلك العبد، وجداه فوق الصخرة كما يقول المفسرون عبدا من عبادنا، وهذه مرتبة ومقام عال، مرتبة العبودية لله عز وجل، الخضوع لربنا تبارك وتعالى كما قال الله في بداية القصة الحمد لله الذي أنزل على عبده. هنا قال فوجد عبدا من عبادنا، فعباد الله كثيرون، عباد الرحمن كثيرون، وصفه الله وقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول بعض المفسرين الرحمة أن ذلك العبد أينما جلس ينبع الماء وينبت الكلأ، هذه رحمة وكرامة أكرم الله بها هذا العبد الصالح. وجاء في كثير من التفسير أنه الخضر عليه السلام، واختلف المفسرون وأهل العلم هل هو نبي أم هو ولي من أولياء الله عز وجل، والواضح والله أعلم أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ملهم محدث من قبل الله عز وجل، وله كرامات أكرمه الله تبارك وتعالى بها لعبادته لربه وصلاحه وإخلاصه. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي علمه الله علما هو العلم اللدني الذي يخص الله عز وجل به خاصته من عباده. وسوف نرى هذا العلم ما هو آثاره وما هي آثاره على سيدنا موسى عليه السلام وعلى هذا العبد الصالح. فلما لقيه موسى عليه السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جاء في التفاسير أن موسى عليه السلام قال لهذا العبد السلام عليك، فرد عليه السلام فقال موسى، وما أدراك من هو موسى؟ لهذا العبد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تقبلني تابعا؟ ولم يقل له هل أجلس معك؟ هل أجالسك؟ هل أرافقك؟ هل أصاحبك؟ إنما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا إلى التواضع، وانظروا إلى الشغف في طلب العلم، وانظروا إلى احترام العالم وتوقير المعلم. فرد عليه هذا الرجل وقال إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك يا موسى أنا أعلم بما علمني الله أنك لن تستطيع صبرا على العلم الذي سأعلمه لك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على أشياء أنت لا تعرفها، لا تعلمها، ليس لك سابق علم بها، أنت لا تدري ماذا سأعلمك؟ فقال موسى عليه السلام بشغفه في طلب العلم ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هو قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وزاد على نفسه، لو قال ستجدني إن شاء الله صابرا وسكت لكان هذا يكفي، ولكن موسى طمع في طلب العلم، يحب العلم، يرغب في طلب العلم، يتواضع للمعلم،
كي يستفيد منه كثيرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وزاد على نفسه وقال ولا أعصي لك أمرا. فقال له العبد الصالح فإن اتبعتني، ما دمت قد قلت لا أعصي لك أمرا، فإن اتبعتني فأنا أعطيك أمرا واحدا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هنا أيها الأحباب ستبدأ الرحلة في طلب العلم، ويبدأ التعلم بين موسى عليه السلام من موسى عليه السلام على يد هذا الرجل الصالح. وسنرى رحلة عجيبة فيها من الدروس والآيات الشيء الكثير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم في سورة أهل الكهف سنقرأها يوم الجمعة، الآية من بعد الأخرى لما تسطع معها صبرا، لا تسأل عن شيء حتى يحدث ربك عنه ذكرا.